برحب بمعالي الوزراء الموجودين معايا دلوقتي على المنصة، معالي الوزيرة كارين حرار، الوزيرة وزيرة الطاقة الإسرائيلية، وكذلك أخي كوستاس سكراكس وزير البيئة والطاقة اليوناني. والحقيقة إحنا النهاردة كان عندنا يوم مهم، كان اليوم اجتماع الوزراء رقم 7، يبقى الاجتماع 7 لوزراء منتدى غاز شرق المتوسط اللي بيعقد في القاهرة. والنهاردة حضر كل الدول، سواء الدول المؤسسة أو الدول المراقبة، وكان النهاردة رئيس الدورة هو دولة قبرص، ولكن الوزيرة عقدته عبر الفيديو كونفرنس، وأدرنا الاجتماع يعني لصالحها من القاهرة هنا بنيابة عنها. فده الأمر الثاني اللي كان مهم، هو أنه كان النهاردة لأول مرة بتشرفنا مفوضة الطاقة الأوروبية السيدة كادري سيمسون. وكما تعلمون هو الاتحاد الأوروبي أحد المنظمات الموجودة معنا في المنتدى كمراقب. احنا معانا البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، دول الثلاث مراقبين. فكانت حاضرة معانا ودارت على جلسات الجلسة النهاردة الخاصة بالمؤتمر، كان أهم حاجة فيها هو عرض الاستراتيجية الخاصة بمنتدى غاز شرق المتوسط، وأخذت الموافقة من كل الدول. الحاجة المهمة أنه يمكن النهاردة اتشرفنا بوجود رئيسة الاتحاد الأوروبي، رئيسة المفوض الأوروبي ومفوض الاتحاد الأوروبي السيدة أرسولا فوندرلاين، وكانت بتشهد توقيع مذكرة تفاهم ما بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي تخص تصدير الغاز إلى الاتحاد الأوروبي من إسرائيل ومصر إلى أوروبا عبر التسهيلات والبنية التحتية المصرية. وفي أثر ذلك يمكن حضراتكم شاهدتم هذا التوقيع وتم التصوير وإلقاء بعض الكلمات من رئيسة الاتحاد الأوروبي، وفي نفس الوقت شرفنا بعد ذلك بلقاء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقاء مع الوزراء المعنيين بهذا الأمر كطاقة، مع مفوضة الطاقة ومع رئيس الاتحاد الأوروبي من ناحية، وده في اجتماع أولاني. ثم عقبه بعد ذلك تشرفنا بلقاء فخامة الرئيس مع وزراء منتدى غاز شرق المتوسط. الحقيقة أنه كان لقاء مهم، ويمكن ده كان اللقاء الثاني لفخامة الرئيس مع وزراء المنتدى بعد لقاءه الأول في يوليو 2019. احنا الحقيقة بعد هذه اللقاءات طبعا فخامة الرئيس أكد على دعمه للنشاط الخاص بالمنتدى، ويعني حسوا على تأكيد على استدامة موضوع الطاقة في المنطقة والتعاون ما بين الدول الأعضاء في المنتدى، وهو ده الهدف الأساسي من إنشاء المنتدى كما تذكرون. الحقيقة احنا بعد كده يعني لسه مخلصين يعني دائرة مستديرة مهمة، وكانت عقدت برضو على هامش المؤتمر، شاركنا فيها مع الوزراء بعض الشركات، وهي اللجنة الخاصة اللجنة الاستشارية الخاصة بالصناعة الخاصة بالغاز، وكانت ندوة مهمة في الحديث عن تأمين إمدادات الطاقة وتخفيض الكربون في هذا النشاط. في نفس الوقت شرفنا فيها بوجود معالي وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، وكذلك حضرت أيضا وألقت كلمة هي، وكذلك مفوضة الطاقة من الاتحاد الأوروبي. فالحقيقة يعني عايز أقول أنه النهاردة كان يوم مهم، وتمت بمشاركة كل الوزراء
المنتدى، وكان الحقيقة يعني بنؤكد وجود ودور المنتدى في هذه الفترة، واللي كان يمكن تذكره من ساعة إنشائه ومن ساعة فكرة تأسيس هذا المنتدى في 2018 كان الغرض هو التعاون الإقليمي لدول شرق المتوسط في إمدادات للغاز الطبيعي لأوروبا، ويمكن دوره أصبح النهاردة أكثر أهمية كما تشهدون بما يحدث من تحديات جيوسياسية في الوقت الحالي. أنا الحقيقة مش عايز أتكلم أكثر من كده عشان أدي فرصة لزملائي معالي الوزراء، وبعد كده يمكن هنبقى نشوف إذا كان هيبقى في فرصة لبعض الأسئلة. فهترك الكلمة لمعالي الوزيرة كارين هيرار، و would like to leave the floor for you, Your Excellency. Thank you very much, Your Excellency. I want to start by thanking you for arranging this forum today, for your friendship, and for the warm hospitality for me and the whole Israeli delegation. Thank you. As we all know, natural gas is not only the fastest growing energy source, but a tremendous tool that can lead towards worldwide low emission and global net zero. Leaders and people around the world are looking to us to help them today, but to also build short, medium, and long-term plans of action that will ensure we can help decrease the gas shortage in Europe and elsewhere, but also chart a path towards energy efficiency and regional and global net zero. I wish to thank all of our partners in this acclaimed forum and meaningful day of discussion, which I believe will help us all to materialize our regional goals for prosperity and greener future. By working together, the member state and our partner in the EMGF can find answer to many of the challenges ahead of us. By cooperating and promoting the EMGF long-term strategy and using tool of the EMGF working groups and the GIAC, we can promote the use of technologically advanced renewable energy projects in the region for the benefit of our people and the benefit of the region. Today, the Arab Republic of Egypt and the State of Israel made a commitment to share our natural gas with Europe. This is a statement to those who see the region only negative forces such as division and conflict. Today, this forum, we're paving a new path that of partnership, solidarity, and sustainability. As I said before, I'm anticipating for the next cooperation. Thank you very much. Thank you. So, Your Excellency. So let me first thank my good friend, His Excellency Minister Molla, for the great hospitality, but also for organizing an excellent event, a historic event. Thank you. We met here today for the first time with the participation of the European Energy Commissioner Ms. Kadri Simpson, under extraordinary circumstances. Unfortunately, the unprovoked and illegal Russian invasion of Ukraine is fueling an unprecedented energy crisis that simultaneously affects oil, natural gas, and electricity prices across the world, and which also provokes economic stagflation, and tests the limits of our endurance as societies and as governments.
In Europe, we took our energy security for granted too long, and we cannot do anymore. We need to take immediate action in order to secure our short to medium-term security of supply needs while remaining on track with achievement of our climate goals. The need to move away from Russian gas has never been more urgent. In this context, the MGF gas export countries can play a major role in assisting Europeans' efforts to limit Russian gas imports. Cyprus, Israel, and Egypt have the capacity to emerge as significant exporters in their own right, but I believe we can all benefit more if we put together our resources. That is why the signature of the Memorandum of Understanding today between Europe, Cyprus, Israel, sorry, and Egypt is a historic signature, because it shows that energy security is not a national issue. It is a regional issue and can be tackled only if together we join forces. Thank you again for the great hospitality, my friend. And we look forward to the next meeting of EMGF. Thank you, Your Excellency. Thank you. Thank you. طيب احنا يعني انا عارف ان انا هنفتح المجال للاسئله وبعد كده هتقولوا عايزين ناخد حوارات تختاروا حاجه من الاثنين مش كده برضو عشان همشي هتجروا ورانا فنبقى من الاوله متفقين ان احنا ايه نعمل حوارات هتاخدوا حوارات معايا مع معالي الوزراء بدل ما تسالوا اسئله عامه وبعدين ترجعوا تسالوها تاني في الحوارات مش كده عشان نكسب وقت عشان المره فاتت زعلنا من زعلتوا مننا لما قعدنا في الاجتماع وتاخرنا عليكم طيب يلا عليك معانا يا استاذ حمدي اتفضل بتاخدوا على اي انت مين يعني انت مين هنا اه هو ده اللي انا بساله رويترز